شغل المقطع بتاع المرة دي اللي بتقول إنه حدود الحدود اللي هي جات في القرآن، قطع يد السارق وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن، قال دي فيها إهانة وإزلال للكرامة وإزلال بلد وأمة. حدود الله يا جماعة، حدود أنزل الله من السماء عليك الله. اسمعوا الكلام ده عن العقوبات البدنية الموجودة في التشريعات، يعني دي حاجة منافية. العقوبات البدنية دي هي بتحط من الكرامة الإنسانية، فبيبقى أصلاً ما ممكن أي مادة تكون العقوبة فيها الجلد أو الغراء. يعني دي حاجة، دي إزلال أمة، إزلال بلد، إزلال شعب كامل. فنحن يمكن من أول الأولويات اللي بنعتقد إنه يعني تكون نتائج للثورة وكذا، إنه يعني إزالة كل العقوبات البدنية المحطة والمهينة للكرامة الإنسانية. أول حاجة الجلد والرجم دي حدود الله يا جماعة، نزل من السماء من فوق. ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني سووا لهم شنو؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إنه شارب الخمر يجلد، كما جلد حمار واسمه عبد الله رضي الله عنه لما شرب الخمر جلده النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. قطع يد السارق ده في القرآن، ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الله قال كده سبحانه وتعالى. الرجم، النبي عليه الصلاة والسلام رجم، وعمر وأبو بكر وعمر بن الخطاب رجم، عمر قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رضي الله عنهم أجمعين. الحدود دي حقت الله. كون المرة الشيوعية دي اسمها سامية الهاشمي دي ولا سمية الهاشمي ما عارف، الشيوعية دي تقول حدود الله دي الجلد وغيرها، ده فيه إزلال الإنسانية وإزلال أمة وإزلال بلد بحالة، ده اعتراض على الله سبحانه وتعالى واعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اعتراض على الإسلام، ما اعتراض علينا نحن. فلا بد أنا غير الناس بس يفهموا حاجة واحدة بس، إنه الناس ذيل أعداء لله ودارين يدمروا دين الإسلام، ده موضوعهم كله. عشان كده فاتحين التلفزيون ناس رشيد سعيد يعقوب، ده شيوعي أحمر عديد، فاتحين التلفزيون للنصارى وجايبين فيلم بتاع كرتون آدم عليه السلام، قالوا ده آدم وكذب عريان، وحواء عليه السلام عريانة زي ما الله خلقها، وقال الله بيتكلم معاهم يا آدم وكذا، وباللغة المصرية كمان الله قال بناديهم، أكلت من التفاحة وما أكلت من التفاحة، جايبينه زي ده كده. فالناس زي القصيدهم يدمروا دينكم يا أخواننا.